روح بسرعة قبل ما يصلوا العسكر على الجبل. طب من بالك، أنا بعرف طريق مختصر. الله ينصركم عليهم. تسلم. يا ربي شو هالوردة هاي؟ هدول طلعوا من جماعة الجبل. شلون وقعت بهالفخ؟ في كتير أولاد غايبين وما عم يبعتوهن. وليه؟ عايشة؟ صار لي ساعة عم دور عليك. أنا عم بدرس ماما. أنا ما قلت لك ما في روحة على المدرسة؟ أه؟ امشي. وليش ما بدك تبعتي البنت على المدرسة؟ بدك يعني ابعتها مشان تصير بلا أخلاق مثلك؟ أصلاً أنت والدكتور كتير لابقين لبعض. امشي يلا قدامي. خلص الدرس اليوم يا أولاد. شكراً آسة. عن إذنك. الله يعطيك العافية. مزبوط عم تحكوا، ما بدي يضل هيك. شو اعمل يعني؟ خلص هلا امشوا. ما لازم يضل هون ولا دقيقه. انا ما فيني اعمل معه شيء هلا. لازم نخليه هون بنوم. هذا واحد خايف. لازم يضل يا جماعه. خلص روحوا من القلعه. هلا انتوا روحوا بس بعدين. لازم تلاقي حل. تصرف اليوم. خلص من القلعه. لازم يتقلع اليوم. ما عليكم خلص. انا بحل. ما بدنا واحد بده. خلص بقى يا اخي، ما كل شوي اطلع بشغلين. خلص ولا دايب. ما عليك انا بدي اسكن واحد خايف. لازم نلاقي الحل يا ابو خلاص. طمني دكتور شو صار؟ ما صار شيء. قالت هالكلمتين وراحت. أنا متضايق كتير لأنه ما عم تصدقني وعم تتهمني مع أنه بتعرف الحقيقة. ما كنت متوقع هذا الشيء من زينب. يلا ماشي منيح لشوف. ما بدي إيدك ترجف. ها بتصوب منيح وبتضغط على الزناد وبتقتل عدوك، عم تفهم؟ بدي اياك تقوصه بجبينه. علي اعطيني المسدس لهون. ما بدي. تركي. تركيني زي ما بدي اعطيك اياه. اوعى تعطيه اياه. يلا روح اقتله وخلصنا منه. علي عم اقول لك اتركه. خليك رجال. ها هاتو. اوعك تقوصه. علي يلا علي مشان الله هاتو من ايدك. علي هات المسدس من ايدك. هات. انا ما لقيت ولادي بالشارع، عم تسمع؟ وهي فردك، روح اقتله انت اذا بدك. انت واولادك اثنين ما بتسوا عندي قشره بصله، واذا ما بتنطفوا شرفكم تنقلع من البيت انت وياهم. حضروا حالكم، بدنا نترك الضيعه. بابا نحن ما لنا رايحين من هون. بنتي انا ما بقى فيني اتحمل، خلاص تعبت. انت بتوثق بديالا؟ راح عيد التحليل. ما يا خي ما على برا انقلع من ضيعتنا يا دكتور. خلص يا حلب. تعال 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 يلا فوتي لجوا. بس عم اقول لك فوتي. شوفي مختار، كل شيء صار واضح يا دكتور، وكل اهل الضياع عم يقولوا عنك خاين. انت عم تتعامل مع التنظيم، انت خاين للضياع يا دكتور. كشفناك على حقيقتك يا خاين. حاجه بقى يا جماعه، اسمعوني شوي بقى. انا ما خنتكم ابدا.
انتو غلطانين، انا ماني واحد من الارهابيين ابدا. لكن ليش اجتمعت معنا؟ ايم ايدك عن التجارة. طولوا بالكم، ليش عم تدافع عنه انت؟ ليش عم تدخل بهالشي؟ اللي بمد ايده على الدكتور بدي اعدمه. اسكتوا بلو حكي فاضي، ليش نحن ما بنعرفكم؟ اصلا انت وعيلتك معروفين بالضيعة، وكلياتنا بنعرف مع مين علاقتكم، بقى روحوا من هون احسن لكم. لك وقفوا، لك شو صار لكم؟ شو هاد يا جماعة؟ بيصير هيك تتخانقوا؟ انتو شلون بتقولوا عن الدكتور خاين؟ يكون بعلمكم كلياتكم انا بوثق فيه وكفيله كمان. شو عم تحكي شيخي؟ ليش انت ما سمعت شو عمل؟ ما عرفت انه الدكتور اجتمع مع جماعة الشباب؟ انا بعرف انه اجتمع معهم. ايه؟ شو يعني؟ ليش طايل تعفيهم؟ الدكتور طارق زلمة فهمان ودارس ومتعلم كمان، واكيد في عنده سبب لحتى التقى فيهم واجتمع معهم. ما في داعي تتهموا بالخيانة. بدي الكل يعرف اني ما خنتكن وما عملت شي يأذيكن ابدا، وانا ما رح اترك هاي الضيعة. قال صرت واحد من الارهابيين يا دكتور. انت عم تحكي هاد الحكي؟ ليش انت ما بتعرفي الحقيقة؟ أنو حقيقة هي عم تحكي عنها؟ حقيقة اني بعرفك منيح؟ ولا حقيقة انك خاين وانك عم تتعاون مع الارهابيين؟ معقولة تصدقي هذا الحكي يا زينب؟ عن جد خيبت املي فيك. يلا يا شباب ضبوا بسرعة. اجي بديع، جهزوا حالكم، اجي العسكر. زيدان ليش تأخرت هلأ؟ زيدان العسكر عرفوا مكاننا، لازم نهرب من هون بسرعة. يلا توزعوا على مجموعات، توزعوا بسرعة. يلا انتوا من هون. يلا شباب حرق. يلا تيكون اجوا، قومي معي بسرعة. يلا انشي بعدي، انتوا من هونيك، قومي معي يلا بسرعة. يلا امشوا امشوا، يلا يلا بسرعة بسرعة. شوفي يا ابني، أنو حقيقة هي عم تحكي عنا؟ حقيقة اني بعرفك منيح؟ ولا حقيقة انك خاين وانك عم تتعاون مع الارهابيين؟ اكيد رجعوا يضايقوك مو هيك؟ بترجاك يا ابني اسمعني، هاي الضيعة. بعرف شو بدك تقولي، الحق معك، خلص ما عاد بدي ضل هون. عن جد حبيبي؟ ماما انت ضبي غراضنا لبين ما ارجع، في عندي شغلة بدي ساويها. طيب لا تتأخر. ايه ماشي، الحمد لله يا ربي، واخيرا وافق انه يروح معي. انت خليكي هون، يلا خذوا محلاتكم، يلا تبهوا. ليش ما عم تقوس؟ ليش واقف هيك؟ ما تقوس على العسكر. كيف بدك اني اقوس؟ لسه ما عم دراسي عم يقوسوا علي. حصرونا هون يا زيدان، ما عاد نقدر نطلع.
أهل الضيعة عم بيهاجموا الدكتور، وما في غير عيلتين بس عم يدافعوا عنه، كلهم هلأ علقانين مع بعض وقايمة القيامة، وبابا عم يقول ما رح يخلي هالدكتور بالضيعة. خالتي سناء، يا خالتي تفضل يا ابني. أنا ما بعرف شو عملت لك لحتى تكرهيني هيك، لأنه الخبر اللي نشرتيه بالضيعة عطى مفعوله. أنا رح أترك الضيعة، خلص ارتاحي بقى. أنت زرعت وأنت حصدت وبتستاهل. شو شايفتك زعلانة كتير علي؟ ليش عم تضربيني خالتي؟ ليش أنا يلي طلعت الحكي عليه؟ مو أنت يلي حكيتي؟ لازم أحكي له كل شي صار، كل شي. يلا يا بسام بسرعة خلصني، رح يحاصرونا ويقتلونا. احميني تأمر معلم. تعي يلا بسرعة، يلا قوام. بدري 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 أخي، بدري أخي حبيبي. يا ربي أنا شو عملت؟ بدري الله يخليك، رد علي، فتح عيونك يا أخي بدري. دم انت شو عم تعمل ولا؟ امشي، شو بدك تروحنا؟ يلا امشي معي زي، يلا. شكرا كتير ديالا، هاي صار اللي بدك يا. زينب أنا رايح من هون مشان الحكي الغلط اللي نقال علي، لا تفكريني هربت. أنا مالي إرهابي، وبدي تحطي هذا الشي ببالك. بشوف وشك بخير. معناتها عن جد بدك تروح؟ ايه خليك، لا ترد عليهم، بكره بيملوا وبينسوا كل شيء. اسمع مني ما بتندم.
أنا مالي رايح مشانهم، أنا اللي مجنني زينب، اتهمتني بالخيانة وأنا ماني هيك. ليك ديالة عن جد كتر خيرك، صار لازم روح هلأ. استنى شوي، أنت لازم تفكر منيح. اسمع مني، بركي زينب تصرفت هيك لأنه أبوها وعمها ضغطوا عليها، هنن ما بدهم إياها تحكي معك، مو هيك؟ أنا حاسة إنه هالشي اللي صار هو غصبا عن زينب مو بإرادتها. هالشي مستحيل، زينب ما بتحني راسها لحدا. طيب بركي مشان يعني بجوز بركي في سبب تاني. ما في غير سبب واحد لهذا الشي، هي ما بتحبني وبتعرف إن إذا تصرفت هيك رح أحمل حالي وأترك الضيعة كلها، وهيك اللي رح يصير. أكيد في سبب تاني، أنا هيك حاسة. وشو بده يكون السبب بالله؟ لو كان في شي كانت قالت. يعني والله ما بعرف، بس بركي. خلص بقى بكفي، طالما هيك أنا رح أحكي لك شو السبب. هي مريضة. ليكي أنا مالي ولد صغير ماشي، وما في داعي للكذب، وبحب ذكرك إنه أنا يلي حللت لها دمها، ولو كان فيها شي كان بين بالتحليل. دم اللي حللته كان دمي. عم تمزحي؟ كان دمك؟ هي طلبت مني إنه ما حدا يعرف في مرضى بنوب. ليش شو مرضى؟ أه؟ ليلي شو مرضى؟ شو معه؟ سرطان. مرحبا. أهلين عمو، تفضل. نحن أجينا لعندك لحتى تعطينا التقرير الطبي. تفضلوا معي. تفضل، تحليل نتيجته إيجابية. شو يعني؟ ممكن تفهمينا؟ احكي، بدنا نفهم. يعني الحكي كلياته طلع كذب، ويعني انكم ظلمتوها لزينب. اي والله. هلا الدكتور ما تدخل بهالشغله؟ شو ما قالك ثقه فيني عمو؟ بلا، شلون لكان؟ يلا اسمحي لنا. هيك لكان، هالواطي رح يضل بالضيعه. اخي الحكي كله طلع كذب، يعني كمان ظلمنا الشاب. تعرف أنا لو محل الدكتور طارق بحياتي ما بقرب على هالضيعة. أخي تعال، يلا تعال أخي تعال. يسلموا إيديكي بنتي. وإيديك عمو. كيف هيك؟ هذا اللي خلاها تتصرف معي بهالطريقة. زينب يا ربي. انت معك حق، انا لازم ضل. عن جد عم تحكي؟ ما فيني اتركها بهالحاله هي. بس لا تقلي اني حكيت لك شي. لا تخافي، ما في غيرنا رح يعرف بهاي القصة. طمنت هلأ؟ عجبك هيك؟ هاي كلام الناس كله طلع كذب. يا ربي دخيلك، كيف أنا صدقتهم؟ كيف نعمل على قلبي؟ خلص صراحة. شون خلص؟ هذا اللي صار، يعني شو نعمل؟ سناء
سناء وقفي وقفي، عم قلك الهروب ما راح يفيدك. بعد عني، انت شو بدك مني؟ بدي قلك كلمتين بس. انا ما في بيني وبينك اي كلام بقى. شو بدك؟ بتعرفي شو بدي؟ حسان وينه؟ قلت لك انه مات. ياكي لا تكذبي، اذا مات وين اندفن؟ وشو دخلكن وين اندفن؟ شلون شو دخلنا؟ زوجك قتل لي ابني ودم ابني ما رح يروح هدر. بس هالقصة رح تخلص عن قريب، بقى ليش جاي تكبرها؟ بعدين ليش انا صار لي سنين عم ادفع الدية؟ بس ما دفعتيها كلها، بعدين كل شيء تغير، حسان عايش وبهيك وضع الدية مرفوضة. قلت لك هو ميت من زمان كتير. لك انت شو مفكرتينا؟ كذبي قد ما بتقدري، بس اتأكدي انه ما رح نتركه عايش. يلا اخي امشي امشي. وآخر دمعهم شو بدي أعمل هلأ؟ كيف بدي أقول لهالعالم إنه الدكتور هو ابني؟ والله إذا بقلن بيروحوا بيقتلوه فوراً. يا ربي دخيلك شو هالمصيبة هاي. حسان ابني، أنا أمك يا حبيبي، خليك بالضيعة ولا تروح، لا تتركني. والله أنا هالحكي ما بفهمه، اللي بعرفه إنه طالما هو هون ما رح نرتاح. الناس العوائنية ما لازم يضلوا بضيعتنا. معك حق، لازم نقلعه من ضيعتنا وبأسرع وقت، حاجتنا وجع راس منه بقى. والله انك عم شوف لي شلون عم يتفتل بالضيعه ونحن قاعدين عم نتفرج. العام على هالوقاحه. اسمعني دكتور، حلق من عنا لانه نحن ما بنرضى يكون في بيناتنا خونه مثلك. يلا نقلع. ليك دكتور، يا بتقلع من ضيعتنا يا اما خلص. عيب عليكم، اتركوه بحاله، شو بدكم فيه؟ حاجة تدافع عنه، هيك واحد ما بيناسبنا ابدا. بكفي بهالسرعه، هي نسيتوا كل شيء عملوا الدكتور بهالضيعه؟ بعتوا للزلمه مشان كم كذبه؟ عن جد انكم ما بتستحوا على حالكم. يلا ما بدي اشوف حدا منكم، الدكتور بحمايتي، واذا حدا بده منه شيء يجي لعندي انا. شكرا شيخي. مختار خير، لازم احكي معك جوز كلام. بنحكي، تفضل لفوق. حتى لو بقيت كرمال زينب أنا رضيانة. ديالا خالي سناء خير؟ شو صاير معك؟ شو بكي؟ تعبانة كتير يا بنتي. هرب نيرمين أثر عليك كتير مو هيك؟ والله معك حق، لك أنا رح أموت بس لو أعرف وين هلأ. سرعة لك وينكم؟ تعوا ساعدونا، معنا جرحى، بسرعة ساعدوه. اللي شو صاير؟ كان كمين وأنا وعلقنا مع العسكر، خلونا نتوزع. شد لي حالك، يلا احملوه بسرعة لجوا. مبين عليك تعبان، فيك شي؟ لا ما في شي، بس جرحي عم بيجعني شوي. أهلين نيرمين، شلون هيك من أول يوم حضرتي معركة قوية؟ لا تتفائلي، لأنه لسات عم تفكر تروح على المدينة. روحي هلأ، خلينا نبقى لحالنا شوي، يلا.
انت شو عم تقول؟ شو قصدك؟ بتعرفي شو قصدي؟ لازم تضل هون، اصلا بعد اللي شافته هون ما عاد لازم نخليها تروح لمحل حتى لو عقطع رقبتنا. بعدين نحن ناقصنا عناصر ينضموا إلنا، وهي اجت على رجليها ولازم تضل، مفهوم؟ اللي عم تساوي مع الدكتور طارق بشع كتير، والأبشع من هيك إنك أنت اللي عم تحرض الناس عليه، وهذا عيب، عيب بحقك. أنا شو دخلني؟ فوق ما عم هديهم؟ بعدين القصة واضحة مثل عين الشمس، طبيعي يعملوا هيك، الحق عليه، مو هو اللي عالجه لسيدان؟ إيه مزبوط، الدكتور هو اللي راح لعنده وعالجه. إيه، معناته هو خاين. اسمعني منيح ولا تقاطعني، انتو بتعرفوا ليش هو عالجه لزيدان؟ عالجه مقابل انه هو ما يرد يهجم على الضيعة. مشان الله انت مصدق هالحكي، خليه يلعب غيرها. هلا بيقولوا انه نحن موافقين وبس طيبة بيهجموا علينا. بس الدكتور اذكى مما تتصوروا، لا تخاف عليه، طلع قده وقدود. قال له لزيدان انه جرحه خطير ولازمه علاج لفترة طويلة، يعني لعب عليه لعبة لا انت ولا غيرك بتقدروا تلعبوها. ايه، وهيك بيكون على أساس اتنيناتهم عاملين اتفاق، وعلى هالأساس الدكتور راح يعالجه لزيدان. بالمقابل زيدان ما راح يأذي أهل الضيعة، مو بس هيك راح يوافق كمان على فتح المدرسة. معناته الدكتور عم يخدعه لزيدان؟ والله ما أناك قليل. وبما أني قلت لك هالمسخرة يلي عم تسوى لازم تنهي ليها بأسرع وقت، وقول للناس يبعدوا عن طريقه بقى. لا تاكل هم، خلص الموضوع صار عندي. تمام مختار. صحيح كل يلي قلت لك يا رح يضل بيناتنا مو هيك؟ ويكون بعلمك انه اذا انكشفت اللعبة هي رح يجوا ويهدوا الضيعة فوق راسنا. خلص حط رجلك وايدك مي باردة، ما رح جيب سيرة لحدا. يلا بالاذن. الله معك شيخي، بالسلامة. حرام عليك اللي عم تعمليه بحالك. والله مو بإيدي. بعد شوي بيجي الدكتور طارق وبيفحصك. الدكتور رايح من الضيعة، شو ما بتعرفي؟ بعرف، كان بده يروح بس بطل، رح يضل معنا. بده يضل؟ وهلأ رح يخبر أمه بهالشي. شوفي خالتي لوين رايحة؟ يلا فوتي هون أريح لك وأتفالي. بس كنت بدي أطلع قبل ما تعتم الدنيا. ليش العجلة؟ معك وقت. عادي، تعرفي شو؟ رح أجيب لك أكل. لا تعذبي حالك، بدي سافر. خلصنا، صرعتينا هالسيرة، ما عاد تفتحيها بنوب. من هون ما عاد إلك طلعة، عم تفهمي شو عم قول؟ وطبعاً بدك تنفذي كل الأوامر لأنك صرتي واحدة منا. أنا رايحة. شبك شوفي هالمرة مو خير، والله بدي أحكي مع زيدان دغري. طيب شو صار؟ كان بدها تروح بس أنا منعتها، قلت لها ما في روحة بس شكلها عنيدة. ما بيهمني، وبعرف كيف خليها تفهم. طول بالك، خلص عندي، لساتها صغيرة وما بتعرف شي، بس بتصير. بس أنت أعطيني شوية وقت وأنا بجهز لك ياها. لا تاكل هم، شوف شغلك. ماشي.
خير قال بدك ياني. شو هاد؟ ليش هيك صاير موديلك؟ يلا خد أكل للبنت وبتفتح عيونك مزبوط. ايوه هيك لك كان عم بيصير. في عساكر بالضيعة؟ ماشي نحن جايين. بديع يلا قوم لم الشباب وحضروا حالكم. ليش شوفي؟ لك خلصني قوم. خير صاير شي؟ لك حاجة تسأل؟ بدنا نروح نخلص علي للدكتور. ايه بسرعة. يلا شباب قوموا معي. شوفي يلا كلي. طيب شو بدهم مني؟ تأخرت صار لازم أرجع. هلأ أمي بتقلق علي، ما بدي أتأخر عليها أكتر، ما فيني ضل قاعدة. الله يوفقك. فيك تساعدني؟ طلعني من هون. ما بدك تساعدني ما؟ طيب ماشي، طالما ما بدك على القليل خبرها لأمي، إلا أنه حبسوني عندهم. طيب إذا رحت بخبرها. شلون يعني مانك رايح؟ هيك غيرت رأيي. وليش بقى؟ ليش غيرت رأيك؟ شوفي هيك أمي بدون سبب. يا ربي يعني والله العظيم أنت رح تجنني. لك ابني هلأ كم يوم صلي عم استناك لحتى نروح سوا؟ والله بعرف. خلاص فيك تروحي لحالك، بعدين أنا مالي صغير ماما، يعني بقدر دبر حالي. بطل تروح منيح هيك؟ طالما انت موجود بهالضيعة انا كمان بدي ضل فيها. ماشي وهي قاعدة. طولي بالك ما في داعي تعصبي. مفكرة اني مبسوط بالقعدة هون؟ ماما فهميني، هون ولا باسطنبول المهم انه نحن مع بعض. شو فرقت؟ رايح على المستوصف. أهل ما بده يروح، ما بده. لازم تطولي بالك، اهدي. والله قصة غريبة. طيب شو السبب؟ ما قالك شي؟ ما رضي يقول. سألته ليش بس ما رضي يقول. أكيد في سبب كتير مهم لحتى انقلب عقله بهالسرعة. وانتي كمان حاولي تعرفي شو فيه. حاجة لسه قاعدة وعم تبكي. زينب أنا آسف، بعرف أني ظلمتك، بس كوني متأكدة أني أنا بحبك كتير وفوق ما تتصوري. السلام عليكم. أهلين وعليكم السلام. خير؟ آل حميد بده ياني. إيه مزبوط، أنا بدي إياك يا مختار. شو بدك مني؟ ليك مختار، حط حد لبنتك أحسن لك. إيه تفضل عمي. حنان بتعرفي شو هاد؟
لا والله ما بتعرفي، ما هيك؟ بس بتعرفي تحكي على بنات العالم، ما؟ هاد دليل براءة زينب، ومعنى هذا الحكي إنه ما في شي بينها وبين طارق. منيح. ليك وليه؟ إذا جبتي سيرة بنتي مرة تانية والله لا أطلع بروحك والله. بس يا عمي مو أنا يلي طلعت الحكي. خلصي، ليش في واحد يعلاكي غيرك بهالضيعة؟ ليك مختار، هالبنت بتلعي كتير، وأنا هلا عم قلك إذا ضلت هيك رح تعملنا مصايب، بقى ضب أحسن لك. ولك أنا ما قلت لك بتضبي لسانك ها؟ خلص بقى اتركها، صار اللي صار، بعد عنا. شو؟ بابا والله العظيم ما لي علاقة. عاجتك كذب بقى، أقسم بالله بقصر لسانك ها. يخرب بيت قلبك، كم مرة قلت لك بطلي هالعادة؟ بس فهميني من ليه جايبتيها، يخرب بيتك رح تروحينا. بابا خلاص تضربي هالكسب. يلا خليها بلكي بتتعلم، ظلمناهم بسبب العيا. بس مع هيك الدكتور خاين، لا تنسى انه هو سبب روح اثنين. رشاد خلصنا بقى، بكفي بقى حل عن هالشاب، ما بكفي كل شي عملناه؟ لسه عم تحكي؟ لك والله عيب، انساها بقى للبنت، انساها الحمار. ما بنساها، ما بنساها، وحتى لو انطبقت السماء على الارض راح الاقيها واقتلها، وشو ما بده يصير يصير. ما عندك حل تاني؟ لا تكوني عنيدة أصلا، يعني وين ما رحتي رشاد ما رح يتركك بحالك. بعدين ليكني أنا قدامك عايشة من دون ما حدا يزعجني أو يضايقني بكلمة. بس أنا ما بدي أعيش هون، بدي أخذ أمي ونروح على المدينة، ما بدي أكتر من هيك. بالله أمثالك ما بيفكروا غير بحالهم، أنتوا ما عندكم إحساس، شايفين شعبنا كيف عم ينظلم وقاعدين مهامنكم شي، انتو كيف يكون تعملوا هيك؟ بسيطة والله، لا تدفعوا الثمن، بكرة بتشوفوا. مزبوط معك حق، يمكن نكون أنانيين، بس نحن بحالنا ما بنأذي الناس ومنظلمهم ومنهدلهم بيوتهم، وانتو ما في غير لسه حاملين هالسلاح ونازلين قتل بالعالم. خرسي. شفتي شلون انكم ما بتفكروا، ما عندكم احساس بحدا، حلكن الوحيد هو القتل والضرب. عم دور عليك. بدي اطلع من هون. نيرمين والله بيقتلوني، ما بقدر بلا ما تصير مصيبة. طيب خلاص رح اروح لحالي، بس الله يوفقك، قول لأمي اني رحت على المدينة، رح أمن فيك أنا. ايه طيب، ولا يهمك، اسمعي شو راح أقلك، بتطلعي على الهسي من بين الصخر. شكراً كتير إلك، عزبتك معي. نيرمين ديري بالك منيح،